أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا فعل الإمام فعلا لا يراه المأموم كالجهر بالبسملة أو القنوت في الفجر أو نحو ذلك، فهل يبقى المأموم خلف الإمام أم ينفرد عنه؟ يتابع الإمام، يتابع الإمام ولو قنت يقنت معه ما في بأس. كالجهر بالبسملة أو يجهر بالبسملة لا بأس، لا بأس بذلك، صلي خلفه. هذه أمور اجتهادية ولا تخل بالصلاة. نعم.